طيب احنا معانا خبر حلو يهم كل جماهير الكرة المصرية. في خطوات كويسة النهاردة بتحصل أو بتتم من مسؤولي اتحاد الكرة وأيضا من وزارة الشباب والرياضة علشان الجمهور يحضر مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كمان يحضر الكونفدرالية. علشان كده النهاردة حصل إيه؟ النهاردة المسؤولين في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع وزير الشباب والرياضة وناديي الأهلي والزمالك كانوا بيبحثوا إمكانية أنه الجمهور يحضر في مباراتي الفريقين بدوري أبطال أفريقيا. ده هيكون بأعداد قليلة صحيح، لا تتخطى حاجز 1500 متفرج، لكن كويس كويس يعني في البداية. وإحنا يعني لسه يعني بنقول إحنا لسه بنعيش في كورونا، فده انه يحصل او حتى يتم بحثه فده شيء كويس ومطمئن. النهارده بيبحثوا ايضا شكل توزيعهم على المدرجات هيكون ازاي، اتباع الاجراءات الطبيه زي ما احنا عارفين بقى من 5 شهور، كمامات، تعقيم المدرجات، قياس درجه حراره قبل ما ندخل المباراه. كمان النهارده كانوا بيتكلموا عن او اتحاد الكوره يعني كاف كان بيتكلم النهارده انه استاد الاهلي والسلام هو اللي هيستضيف مواجهة الأهلي والوداد المغربي اللي إن شاء الله هكون يوم 3 أكتوبر اللي جاي الساعة 7:30 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. لقاء كمان الذهاب بين الفريقين هيكون بإذن الله يوم المغرب زي ما حضراتكم عارفين، يوم 26 من شهر سبتمبر اللي جاي. كمان الفريق الأهلي، فريق الأهلي النهاردة بيستعد لمواجهة الوداد من أجل الوصول للنهائي الأفريقي، بيستعد بشكل كويس قوي. هيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة الزمالك، طبعا الزمالك هيواجه الرجاء المغربي، فاحنا ان شاء الله مستنيين انه يحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله. علشان ان شاء الله كلنا مستنيين هذه المباراه يعني ان شاء الله باذن الله. لكن عوده الجماهير للمدرجات يا رب ان شاء الله تكون خطوه ايجابيه ويكون المبادره دي مبادره ناجحه جدا، لان زي ما بنقول هو الجماهير هو يعني كرة الجماهير، الجماهير هي نمرة واحد. وأعتقد مباريات النادي الأهلي على مستوى الأفريقي والمستوى المحلي لو كان فيها جماهير الفترة اللي فاتت كنا هنشوف مستوى أفضل. لكن إن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله عودة الجماهير سريعا للمدرجات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي.